طب انت مثلا مش ملاحظ ان الشباب مش مقربه من ربنا ومش بتحفظ قران؟ بعدين عن ربنا ايه، امال ايه؟ اغلب الشباب هنا بعدين عن ربنا ومش بيحفظوا قران. نفوسهم اصلا من جوه وحشه. هم الشباب نفوسهم من جوه. مفيش حد سالك، مفيش حد سالك. هتشغل على قران كام ساعه في اليوم؟ ايه كام ساعه؟ اربع ساعات. اربع ساعات والباقي اغاني بقى. اغاني بقى. انت بتقول بقى انت حافظ نص القران وانا صغير؟ وانت صغير؟ وانا صغير. بس سبته ليه بقى؟ ما هي الدنيا تلاهي بقى. ما هي الدنيا تلاهي بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخوكم رمضان الطوخي من حلقه جديده من برنامج حتى لا يوجر. الحمد لله احنا كنا قاعدين الفتره اللي فاتت، بس رجعنا ليكم بفيديو المولد النبوي. الحمد لله عجبكم جدا. النهارده يا جماعه راجعين لكم باكتر فكره عجبتكم عندي على قناتي على اليوتيوب، قناه رمضان الطوخي. واكتر فكره عجبتكم في فيديوهات حتى لا يوجر هي فكره التكاتك، هو ان احنا ننزل للشباب الجميله دي نخليهم يقربوا اكتر من ربنا ويقربوا اكتر من القران الكريم، وينزلوا القرآن ويشغلوا القرآن باستمرار عندهم. والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل ده في الحلقه اللي احنا نزلناها في حلقه التكاتك. كل الناس اللي احنا قابلناهم دلوقتي على استمراريه بيهم والله الحمد لله، وبيقولوا لنا ان احنا مبسوطين ان انتوا كنتوا معانا ومبسوطين ان احنا شفناكم. وعشان كده يا جماعه قررنا النهارده ان الفكره بتاعتنا في الحلقه بتاعت التكاتك هتكون مختلفه عن الفكره اللي عدت، وهو ان احنا جبنا النهارده فلاشات وحطينا عليها القرآن الكريم كامل، بحيث ان احنا نديها لاي حد سايق التوك توك يقدر ان هو يحطها يشغل قرآن بس، وهنخليه وعدنا وعد ان هو ما يحطش اي حاجه غير القران عليها. يا رب الفكره دي تعجبكم. لو عجبتكم الفكره ما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو يزيد ويعمل اكسبلور ويعمل ترند، والكومنت بتاعكم انا بقراه بنفسي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا طب يا جدعان، اول حد معانا في الحلقه كده بنستفتح بيه، اسمك ايه يا اخو؟ اسمي محمد جمال يا صاحبي. محمد جمال؟ انت منين يا حمو؟ من نمره 2. من نمره 2 من هنا؟ يا صاحبي. حبيبي يا محمد، دلوقتي يا باشا هنقول لك ايتين. تمام. لو عرفت هم سوره ايه خير وبركه. تمام. عرفت مثلا تكملهم خير وبركه. تمام. يعني مثلا سمعت الايتين قبل كده ان شاء الله، عرفتهم ماشي، ما عرفتهمش خالص عادي برضه هتاخد معانا فلاش ان شاء الله، إن شاء الله تحطها في التوك توك. تمام. وتشغلها بيها القران ان شاء الله على طول. بس ان شاء الله ما توعدنا ان انت ما تحطش عليها اغاني. لا لا خلاص خلاص، وعد ان شاء الله. وعد ان شاء الله. خلص الشغل. خلص الشغل. ان شاء الله. السؤال بيقول ايه بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. مش عارف الآية دي؟ لا. الآية دي أنا متعرفهاش. ماشي. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني هو في الآية دي بتقول له هو راح عند ربنا فاتحشر عند ربنا أعمى، فقال له ربنا ليه انت حشرتني اعمى وقد كنت في الدنيا بصير، انا كنت بشوف. قال له عشان انت جات لك الايات بتاعتنا ونسيتها، يعني انت ما فكرتش ان انت تقرا قران. قال له ايه يعني ما فكرتش ان انت تقرا قران، تحفظ قران، تعلم اولادك القران، نسيت الايات خالص، ما كنتش بتشوفها في حياتك وانت مسلم. وكذلك اليوم تنسى. فانت بتشغل القران في التيك توك ولا ايه بقى؟ بشغل الصبح ان شاء الله. والله الناس كلها هنا بتقول ان انت بتشغل وانت راجل محترم وفوق الصح. اكرمك يا باشا، الله يخليك. يعني انت الفلاشه اللي عدالك دي ما تحطش عليها حاجه خالص وتشغل عليها قران. عيب عليك يا صاحبي. هتشغل عليها قران كام ساعه في اليوم؟ ايه؟ كام ساعه؟ اربع ساعات. اربع ساعات والباقي؟ اغاني بقى. اغاني بقى. ليه كده يا عم؟ هنعمله ايه طيب؟ ما تشغلش اغاني خالص يا عم. يعني انت لما بتشغل اغاني بترتاح ولا القران بترتاح؟ القران طبعا. اكيد. ايوه. لما بتكون مخنوق بتطلع تشغل ايه بقى وانت طالع كده؟ طبعا. مخنوق دلوقتي ومتنرفز بتطلع شغل اغاني ومهرجانات وتضرب اي حد ولا؟ لا بشغل رومانسي. بتشغل لا يا عم شغل قران يا عم، ربنا كده هيهديك كده ويفتحها في وشك. بتحب الصور ايه طيب في القران تسمعها وكده؟ اي صور بسمعها يعني. اي صور يعني؟ مثلا سوره يوسف، قصه سيدنا يوسف. بسمعها. سوره الكهف يوم الجمعه. يعني الحاجات دي كلها حاولت تشغلها. عندي يا عم، عندي في الكارت. ما شاء الله يا عم، انت برضه تاخد معانا كارت عليها القران كله بصوت الشيخ مقرم معاك له وصوتي برضه عليها. تمام. اسمعها كده وان شاء الله كده ربنا يهديك وبتاع، وتحاول ان انت تقول للرجاله اصحابك بتوع التكاتك شغلوا قران وبتاع. تمام. حلو يا اخو. ماشي يا ريس، نتعرف بيك. اسمك ايه؟ انا واد سعيد كاوت جد محمد. حبيبي يا باشا. اسمك؟ يوسف حجاتي. حبيبي يا يوسف، انتوا الاثنين شغالين على التيك توك ولا ايه بقى؟ لا هو بتاع واحد صاحبنا كده. قلت تيجي تصور معانا يعني. حبيبي يا ريس، دلوقتي يا ريس عواد في حاجه انت مضايقاك هنا من الشباب بتاعت التكاتك. انت مش بتسوق تكاتك صح؟ اللي مضايقني؟ الفيسبوك والنت. اللي بيضايقك الفيسبوك والنت؟ اللي هو دمر الشباب بحالها كلها. دمرهم ليه بقى؟ ايه؟ دمرهم ليه؟ بيستعملوا غلط، هو اصلا جاي تكنولوجيا. الناس النظيفه هم بيستعملوا غلط. والله انت والله. انت الشباب الصغير اللي تعرفهم مثلا بتشوفهم كده. طيب طب خلاص، طب ايه تاني اللي مضايقك مثلا؟ موضوع الكورونا ولا
وعايزين نعرف ده بيموت الناس ولا ايه حوار الكورونا ده. لا يا عم مش بيموت الناس ولا حاجه. طب انت مثلا مش ملاحظ ان الشباب مش مقربه من ربنا ومش بتحفظ قران؟ بعدين عن ربنا. ايوه امال ايه، اغلب الشباب هنا بعدين عن ربنا ومش بيحفظوا قران. نفسهم اصلا من جوه وحشه. هم الشباب نفسهم من جوه. مفيش حد سالك، مفيش حد سالك. طب ده ناتج من ايه، من الاب والام ولا من الشباب؟ بعيد عن ربنا. هو كله الناس كل الاب والام كله بعيد عن ربنا. طب انت ايه الدنيا، بتصلي ولا ايه؟ طيب انا لا انا كنت بصلي. بتصلي يعني على طول وكده؟ طب وبتقرا قران ولا لا؟ بتقرا قران دايما ولا كده؟ لا لا كده. طب بتسمع اغاني ولا قران اكتر؟ بصراحه ايه، اغاني اكتر. طب ما انت عارف انت عارف ان كده غلط اكيد طبعا، مش محتاج حد يقول لك اصلا. ايوه. طب عايزينك بس يعني انت تنصح الشباب بقى، النصيحه للشباب اللي هم ما بيحفظوش قران او ما بيقولوش قران، بمنك يعني راجل كبير كده وما شاء الله عليك، تقول لهم ايه؟ يرجعوا لربنا. يرجعوا لربنا بس اهم حاجه. طبعا اقول لك ايه كده حلوه كده ان شاء الله. انا بس نازل عشان اقولها كده ومفسرها مع بعض، هي الايه دي ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني هو عشان خاطر ما بعد عن ربنا، ومن اعرض عن ذكري يعني اللي هو بيسمع كلام ربنا وبيعرض عنه. صح. تمام، فهمني ازاي؟ هيحس بضيق في حياته. انت من ساعات كده بتحس ان انت مخنوق، فبترجع بتشغل قران كده وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتصلي ركعتين كده بتلاقي نفسك ايه؟ هديت خالص وارتحت. صح. ونحشره يوم القيامه ايه؟ اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصير، يعني كنت بشوف في الحياه. قال كذلك اتتك اياتنا فايه؟ فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني انت مش محدش هيفتكرك النهارده. ايوه ده نفس الكلام برضو اللي انت بتتكلم فيه، ان احنا ايه؟ بعدنا عن ربنا، ان هم بعدوا عن ربنا، فبالتالي ربنا كده ايه؟ ممكن ينساهم خالص ده يوم الايام. شرفت بيك يا ريس عواد حبيبي، واتمنى ان اشرف بيك باذن الله. حبيبي ابو الصحاب شرف بيك. عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ كله تمام. اسمك ايه؟ عبد الله. عبد الله ايه بقى؟ عبد الله خميس رمضان. عبد الله خميس رمضان. وانت يا ابو الصحاب؟ محمد متولي. محمد متولي. انت بتسوق معاه ولا صاحبه بتوع؟ لا صاحبه كده، لسه طالع اول مره والله. والله اول مره تطلع. اول مره والله. يا عم صدفه يا عم، تعالى ليك نصيب تصور معاه. والله حبيبي. انت بتقول بقى انت حافظ نص القران؟ وانا صغير. وانت صغير؟ وانا صغير. بس سبته ليه بقى؟ ما هي الدنيا تلاهي بقى. هي الدنيا تلاهي بقى. اخر حاجه تقول عليها الدنيا تلاهي الكوره، ممكن تقول على البت بتاعتك الدنيا تلاهي. ماشي مفيش مشكله. مفيش بس مفيش. لا مفيش. طب انت راجل زي الفل اهو يا عم، موالفيه يا جدعان والله. تمام ماشي في حالك يعني؟ الحمد لله. الحمد لله. مش عايزين بنات ولا عايزين اي حاجه. الحمد لله. حبيبي دلوقتي احنا بنقول ايتين ان شاء الله، انت ممكن تفتكر هما سوره ايه، ممكن تفتكر وممكن لا، عادي يعني، وممكن تكملهم لو انت حافظ، ممكن تكملهم. هقول لك اول الايه وانت ان شاء الله تكملها، وبعدين تفسرها لصاحبك. خلاص يعني انا هقول لك الايتين انت تفسرهم لصاحبك. عرفتش تفسرهم لصاحبك ولا انت واخد حاجه ولا صاحبك واخد حاجه؟ مش عايزين حاجه. عايزين حاجه. يا نهار ابيض، اقول لك بقى اللي احنا شفناك بيسبب سبيبه ما تسبتش حبيبي ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه. ونحشره يوم القيامة ايه؟ عن اليمين وعن ال لا لا لا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. معناهم ايه بقى الآيات دي؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ايه؟ ضنكا، يعني ربنا ايه؟ هيضيق عليه حياته. هحس ان هو مخنوق، هتلاقي نفسك بتعارك مع امك ومع ابوك. ذكر ربنا هو فعلا بيحصل. هتلاقي نفسك بتبعد عن ربنا، بيبدا يحصل معاك مشاكل في البيت، في حياتك، في اي حاجه، حتى لو ما بيحصلش اي حاجه حواليك، انت نفسك مش كويس، انت نفسك
حاسس انت مش كويس. ما تحس بكل ده لازم اكيد طبعا اي حد يعمل كده يقرب من ربنا. بيقرب من ربنا يعني ما تطلعش عشان تشغل لك شويه اغاني رومانسي شبه الراجل اللي قبليك بيقول لك بيقول انا لما بتضايق بشغل شويه اغاني رومانسي. لا لا مش كده خالص يعني. بشغل قران بقى. بشغل قران حتى لو مش بشغل. هو الحمد لله يعني متعود في اي مكان بمشي او لوحدي في اي حاجه متعود ان انا بذكر ربنا على طول. اكيد طبعا. الحمد لله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم على طول. هي على طول والله الحمد لله يعني. عبده اسمك عبده؟ عبد الله. عبد الله بتشغل قران بقى في التيك توك قد ايه في اليوم؟ والله في ايام انا النهارده كده دخلت عليه وانت مشغل قران. صاحبك قال لك يا الراجل ده خلي بالك امن بقى وايه واقفل. هو في ايام الصراحه بشغله الصبح بس وفي ايام بشغله طول اليوم. طب هو خلي بالك الحوار بتاع الصبح ده ما فيش الكلام ده ان ربنا مثلا ايه الساعتين بتوع البركه الصبح؟ اكيد طبعا ربنا بينزل عليك البركه طول اليوم. يعني انت مثلا لما بتكون ماشي في اليوم كده مش بتلاقي بنديره كده جت معاك بالصدفه انت ما كنتش عامل لها حساب؟ لا. بتقول ايه؟ بتقول الحمد لله. الحمد لله. صح ولا لا؟ حاول بقى ان احنا نشغل يعني القران. هو يعني فيه هدايه كده وفيه. ايوه طبعا والله. يعني تلاقي ربنا لما بيبقى متعكنن وبمشغل القران ربنا بيهديه. نعم والله العظيم ربنا يزيدك وربنا كده ان شاء الله ونصلي كده وتصلي ونقرب من ربنا كلنا كده طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص يا باشا احلى هي ميموري ان شاء الله شغاله قران ما تنزلش عليها حاجه ثانيه الا قران. اعرفها كويس. تمام حبيبي يا ابو الصحاب. حبيبي يا باشا شرفت بيك يا رجاله. كام سنه شغال تكاتك بقى؟ انا بقالي بتاع 10 سنين كده. 10 سنين يا نهار ابيض. انت عامل عقد مسجل مع التكاتك. الشركه الهنديه نزلت التيك توك على ايمن يا جدعان. حبيبي يا باشا. دلوقتي انت بتشغل اغاني ولا مهرجانات بقى في التيك توك؟ والله على حسب يعني ساعه الصبحيه كده شويه قران بعد كده برضه يا جدعان. ساعه الصبحيه يا عم تشغل قران طول النهار. ساعه الصبحيه هو بص البركه بتنزل طول النهار. احنا حاول انا عايزين نكسر قاعده الحته اللي هي بتاعت ساعه الصبحيه دي. يعني تعالى على العصريه برضه شغال لك شويه كده وانت لما بتمشي تروح البيت تتغدى اكيد اطلع بقى وانت طالع كمان ايه ساعه البركه كمان مره بقى. نحاول ان احنا مره في مره هتلاقي نفسك بتشغل قران على طول. والله انا ساعات بركب مع ناس هنا بيكون مشغل قران بالليل. بتحصل ولا لا؟ بتحصل بشوفها على طول. بشوفها على طول. ليه ما بتعملش زيه بقى؟ ما هو ليه ان شاء الله. ان شاء الله يعني وعد مش بس انا لما بشوف مثلا واحد مشغل قران على المواقف بتطفي الاغاني بخلي العيال كلها تطفي الاغاني. حاجه جميله خالص اللي انت بتتكلم فيها دي. اول ما الاذان ما بيأذن بتروح بتقول للناس كل بتطفي الاغاني كل الموقف. لما بتلاقي حد مثلا واحد مشغل قران على الموقف طفي الاغاني كله اللي ما يطفيش ممكن امسك فيه. دي حاجه جميله خالص. على فكره احنا كلنا نعرف الصح. أكيد. يعني انا خلي بالك انت تعرف الصح اكتر مني. أكيد. بس احنا بنحاول ايه نقول لك طب يا ربنا غفور رحيم. طب ربنا بيسامح. ما هو مش هيفضل يسامح على طول. ما ممكن انت تقع يعني ممكن ربنا ينهي حياتك على معصيه. انت فاهمني ازاي؟ ما هو عامل زي مثلا انت واحد صاحبك بتغلط فيه سامحك مره هيسامحك الثانيه؟ لا. ما بالك ده ربنا ولو المثل الاعلى مش هيسامحك على طول. حاول ان انت مثلا زي ما بتشغل قران زي مثلا بتشغل قران 50% شغل اغاني 50%. هتلاقي نفسك واحد واحده بتشغل قران كله. ليه؟ لان ده اعظم كلام نزل على وجه الارض. طبعا قران كلام ربنا. انت فاهمني؟ ولا كلام بقى اسمه اسلام المصري ولا اسلام الكلامانس ولا حمو بيكا ولا الناس الطيبه دي كلها. فاهمني ازاي؟ هنقول لك الايتين دلوقتي انت هتفهم لوحدك. هما الايتين سهلين قوي وموضحين نفسهم. هما ايتين من سوره طه. مش هقول لك السؤال سوره ايه عشان انا لما بقول للناس السؤال سوره ايه يقول لك لا يا عم انت بتصورنا وبتحرجنا وابويا بيشوف الحلقه وبيخرب عليك. هقول لك الايتين وانت حاول انت تفهمهم وتفسرهم لي انت. تمام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فصل بقى معايا كده. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ ضنكة. يعني هيحس بإيه بقى؟ بخنقة. بتحصل معاك ولا لأ؟ ساعات وساعات. ساعات تعرف ان انت بعدت عن ربنا تقرب منه على طول. اول ما تحس بخانه شغل قران بقى كده وايه وتهدى كده وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا وتقول يلا بينا وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترجع بقى ان انت تشغل القران وكده. فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يعني انت لو ما بتسمعش كلام ربنا وبطلت ان انت تشغل قران خالص وبطلت ان انت تقرا في قران ربنا هتتحشر يوم القيامه اعمى. يعني هتشوف واحد كده يوم القيامه واحنا وهم ماشيين اعمى. تعرف على طول ان ده بعد عن كلام ربنا. طب هو هيقول لربنا قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت ايه في الدنيا بصيره. يعني ما اتحشرتش انا ما متش وانا اعمى ده انا كنت بشوف. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. يعني ايه نسيتها بقى؟
يعني بطلت تسمعها، بطلت تقول لاولادك على قران، بطلت ان انت تقرا قران، بطلت تنصح بالقران، اي نسيت القران يعني ما برده ما بتصليش فنسيت الفاتحه. احنا كلنا ما بنصلي، احنا يعني ما تقلقش ربنا مش هيحشرك اعمى. اللي هو احنا بنصلي هو ده نسى الفاتحه ونسى اي حاجه. احنا مش عايزين نوصل للدرجه دي. خلاص هعدي لك ان شاء الله مصحف معانا اهو، ان شاء الله تقرا فيه. ماشي. ده في كلام ربنا، انا عايزك تفتحه كده الصبح كده قبل ما تطلع وانت بتسخن المكنه، فهمني تقرا فيه كده شويه في سوره البقره، اي حاجه، اي سوره انت بتحبها. ماشي حبيبي، حبيبي، شرفنا بيك حبيبي.